السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المدرسة النموذجية. حلقتنا اليوم عبارة عن مراجعة وحل بعض أسئلة الأعوام السابقة. أرجو منكم التركيز والانتباه. السؤال الأول: ألف، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة خطأ لكل ما يلي. 1. يحتوي غشاء قبل التشابك على قنوات لأيونات الصوديوم. 2. الاستنساخ هو إنتاج كائن حي من خلية تناسلية لكائن حي آخر. 3. تمتاز الهرمونات السكرية بتأثيرها المضاد للالتهابات الناتجة من تلف الأنسجة. 4. تسهم الهرمونات في المحافظة على اتزان البيئة الداخلية للجسم. 5. الجدر الظهري للعصب الشوكي يحتوي على ألياف عصبية حركية. 6. يمكن التعرف على مستوى إفراز الأدرينالين من معدل نبضات القلب. 7. حويصلات ميسنر هي من مستقبلات الألم في الجلد. واحد، يحتوي غشاء قبل التشابك على قنوات لأيونات الصوديوم، العبارة خاطئة. 2. الاستنساخ هو إنتاج كائن حي من خلية تناسلية لكائن حي آخر، العبارة خاطئة. 3. تمتاز الهرمونات السكرية بتأثيرها المضاد للالتهابات الناتجة من تلف الأنسجة، العبارة صحيحة. 4. تسهم الهرمونات في المحافظة على اتزان البيئة الداخلية للجسم، العبارة صحيحة. 5. الجدر الظهري للعصب الشوكي يحتوي على ألياف عصبية حركية، العبارة خاطئة. 6. يمكن التعرف على مستوى إفراز الأدرينالين من معدل نبضات القلب، العبارة صحيحة. 7. حويصلات ميسنر هي من مستقبلات الألم في الجلد، العبارة خاطئة. السؤال الأول ب: ما المقصود بكل ما يأتي؟ 1. الانتحاء في النبات. 2. النيوسيلا. 3. دورة الحيض. واحد، الانتحاء في النباتات هي حركة النبات نحو المثير أو بعيدا عنه. 2. النيوسيلا، نتوء يظهر في جدار الداخلي للمبيض في زهرة النبات وتنشأ منه البويضة. 3. دورة الحيض هي تغييرات دورية كل 28 يوم في المبيض وبطانة الرحم لأنثى الإنسان البالغة ما لم تتم عملية الإخصاب. السؤال الأول جيم، تزوج رجل فصيلة دمه A موجب هجيم بامرأة فصيلة دمها أو سالب، ما هي فصائل دم الأبناء؟ وضح ذلك على أسس وراثية.
السؤال: تزوج رجل فصيلة دمه A موجب هجين بامرأة فصيلة دمها O سالب. ما هي فصائل دم الأبناء؟ رجل A موجب هجين تزوج بامرأة فصيلة دمها O سالب، هذا يسمى بالتركيب الظاهري. إذن التركيب الجيني لفصيلة الرجل A موجب هجين والمرأة O سالب. I small I small D small D small. التركيب الجيني الرجل A موجب هجين I capital I small D capital D small. يطلق على هذا التركيب بالتركيب الجيني. بعد التركيب الجيني نوجد الأمشاج. المرأة فقط مشيق واحد، الأول مع الأول، الأول مع الثاني، والثاني مع الأول، والثاني مع الثاني، فجميع الأمشاج تكون متشابهة فنختار مشيق واحد. نأتي إلى الرجل نشوف الأمشاج الرجل، الأول مع الأول دي كابيتال أي كابيتال ودي كابيتال I capital D small. المشيق الثاني، الثاني مع الأول D small I small D capital، والثاني مع الثاني I small D small. الآن نقوم بعد الأمشاج نقوم بعملية التزاوج، الأول مع الأول والأول مع الثاني، الأول مع الثالث والأول مع الرابع. نبدأ الأول مع الأول I capital I small D capital D small. الأول مع الثاني I capital I small D small D small. الأول مع الثالث I small I small D capital D small. الأول مع الرابع I small I small D small D small. نشوف الأبناء، الأبناء A موجب A سالب O موجب O سالب. إذن فصائل الأبناء عبارة عن A موجب A سالب و O موجب و O سالب. السؤال الثاني ألف، اكمل الفراغات التالية: واحد، الفصيلة الدموية التي لا تحتوي على مولدات الإلصاق هي فراغ. اثنين، قدرة تحديد اتجاه حركة الرأس الدائرية تتم عن طريق فراغ. ثلاثة، ساق أرضية تنمو أفقيا تحت سطح الأرض تسمى فراغ. أربعة، النمط الكروموسومي لتحديد الجنس في الحشرات هو فراغ. خمسة، تجديد ما استؤصل من الكبد جراحيا من أنواع التكاثر فراغ في الإنسان. ستة، مرض ينشأ عن حدوث خلل وراثي في جين تكوين الهيموغلوبين البالغين فراغ. سبعة، الهرمون الذي يعمل على تهيئة الرحم للحمل هو فراغ. واحد، الفصيلة الدموية التي لا تحتوي على مولدات الإلصاق هي O. اثنين، قدرة تحديد اتجاه حركة الرأس الدائرية تتم عن طريق القنوات الهلالية. ثلاثة، ساق أرضية تنمو أفقيا تحت سطح الأرض تسمى
الرايزوم. 4. النمط الكروموسومي لتحديد الجنس في الحشرات هو XXXO. 5. تجديد ما استؤصل من الكبد جراحيا من أنواع التكاثر اللاجنسي في الإنسان. 6. مرض ينشأ عن حدوث خلل وراثي في جين تكوين الهيموغلوبين البالغين التيلاسيميا. 7. الهرمون الذي يعمل على تهيئة الرحم للحمل هو البروجسترون. السؤال الثاني ب: ما وسيلة التكاثر اللاجنسي لدى كل من الكائنات الحية التالية؟ 1. الهيدرا. 2. اليوغلينا. 3. الإسفنج. 4. النخيل. 5. نبات كلانشو. واحد، الهيدرا التبرعم. 2. اليوغلينا الانشطار الثنائي. 3. الإسفنج القطع والتجديد. 4. النخيل الفسيلة. 5. نبات كلانشو الورقة. السؤال الثاني جيم: ارسم مع كتابة البيانات أجزاء الحيوان المنوي. السؤال الثاني جيم: ارسم مع كتابة البيانات أجزاء الحيوان المنوي. معروف أن الحيوان المنوي يتكون من 3 أجزاء رئيسية. الجزء الأول في الحيوان المنوي عبارة عن الرأس. رأس الحيوان المنوي يتكون أو يتضمن من شيئين: نواة، عدد أحادي من الكروموسومات تحتوي على نواة، عدد أحادي من الكروموسومات والجسم القمي. الجسم القمي يحتوي على إنزيمات يساعد على اختراق البويضة، يساعد اختراق الحيوان المنوي على اختراق البويضة. الجزء الثاني عبارة عن القطعة الوسطى. القطعة الوسطى تحتوي على مجموعة من الميتوكوندريا. معروف أنه الميتوكوندريا تقوم بتزويد الحيوان المنوي بالطاقة، وهي عبارة عن طاقات ATP. الجزء الثالث من الحيوان المنوي عبارة عن الديل. الديل هو امتداد للغشاء الخلوي ويعطي دفعة نشطة إلى الأمام، فهذا هو عبارة عن تركيب الحيوان المنوي. السؤال الثالث ألف: اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية. 1. هرمون يحافظ معدل الصوديوم في الدم. 2. هرمون يعمل على إغلاق الثغور أثناء فترة الجفاف. 3. مرض لا يستطيع فيه المريض التمييز بين اللونين الأخضر والأحمر.
4 مجموعة الحزم العصبية المحاطة بغلاف سميك. 5 قناة عضلية تسبح فيها الحيوانات المنوية إلى داخل الرحم. 6 وحدة وراثية يمثلها موقع محدد على جزيء الدي ان اي. 7 تحويل المعارف العلمية لعلم الأحياء إلى تطبيقات عملية يستفيد منها الإنسان. واحد الالدوستيرون هرمون يحافظ معدل الصوديوم في الدم. 2 حامض الأبيسيسيك هرمون يعمل على إغلاق الثغور أثناء فترات الجفاف. 3 عمل ألوان مرض لا يستطيع فيه المريض التمييز بين اللونين الأخضر والأحمر. 4 العصب مجموعة الحزم العصبية المحاطة بغلاف سميك. 5 المهبل قناة عضلية تسبح فيها الحيوانات المنوية إلى داخل الرحم. 6 الجين وحدة وراثية يمثلها موقع محدد على جزيء الدي ان اي. 7 الثقانة الحيوية تحويل المعارف العلمية لعلم الأحياء إلى تطبيقات عملية يستفيد منها الإنسان. السؤال الثالث ب من أين تفرز الهرمونات الآتية؟ البرولاكتين، السيتوكينينات، كورتيزول، الباراتورمون، التستوستيرون، الأدريانالين. واحد البرولاكتين الفص الأمامي للغدة النخامية. 2 السيتوكينينات الجدور. 3 كورتيزول قشرة الغدة الكظرية. 4 الباراتورمون الغدد الجاردرقية. 5 التستوستيرون الخصية. 6 الأدريانالين نخاع الغدة الكظرية. السؤال الثالث جيم إذا حدث تلقيح بين فأرين أحدهما أسود والآخر بني اللون وكانت النتائج 50% أسود اللون و 50% بني اللون، فسر ذلك على أسس وراثية، علما بأن جين اللون الأسود بي كابيتال سائد على جين اللون البني بي سمول. إذا حدث تلقيح بين فأرين أحدهما أسود والآخر بني اللون وكانت النتائج 50% أسود اللون و 50% بني اللون، فسر ذلك على أسس وراثية، علما بأن اللون الأسود بي كابيتال سائد على جين اللون البني بي سمول. إذن التزاوج بين فأر أسود وفأر بني اللون، هذا ما يسمى بالتركيب الظاهري. نأتي الآن نتعرف على التركيب الجيني. بما أن النسبة 50% أسود اللون و 50%
بني اللون، إذن الأسود هو السائد فعله، وبهذا الشكل يكون الأسود هجين بكابيتال بي سمو. البني متنحي، بما أنه متنحي إذن بي سمول بي سمول. إذن هذا هو التركيب الجيني. بما أن الحرفين متشابهين نأخذ مشيق واحد والبني أمشاقها مختلفة، نأخذ مشيقين بكابيتال بي سمول. نقوم بعملية التزاوم، الأول مع الأول والأول مع الثاني. الأول مع الأول بكابيتال بي سمول، الأول مع الثاني بي سمول بي سمول. بكابيتال بي سمول عبارة عن أسود اللون، أي فأر أسود اللون، بي سمول بي سمول فأر بني اللون. النسبة هي عبارة عن 50% بني اللون و 50% أسود اللون. هذه هي عبارة عن الأبناء. الأبناء 50% بني اللون و 50% أسود اللون. السؤال الرابع، ألف ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة. واحد، يتم نسخ الحمض النووي الرايبوزي من الحمض النووي DNA في الرايبوسوم السيتوبلازم النواة. اثنين، للقيام بعملية تحليل المخلفات البلاستيكية يستخدم فطر البنسليوم الخميرة كلادوسبوريوم. ثلاثة، توجد مستقبلات الهرمونات البيبتيدية في النواة على غشاء الخلية في السيتوبلازم. أربعة، يوجد مركز تنظيم التنفس في النخاع المستطيل المخيخ الحبل الشوكي. خمسة، الخلايا الحسية هي خلايا عصبية من النوع أحادية القطب، ثنائية القطب، عديدة الأقطاب. ستة، في عملية إنتاج الجبن يتم تثبيت درجة حرارة الحليب عند 20 درجة مئوية، 30 درجة مئوية، 40 درجة مئوية. سبعة، يستخدم لتسريع نضج التمار وإسقاطها الجبريلينات الإيثيلين الأوكسينات. واحد، يتم نسخ الحمض النووي الرايبوزي من الحمض النووي DNA في النواة. اثنين، للقيام بعملية تحليل المخلفات البلاستيكية يستخدم فطر كلادوسبوريوم. ثلاثة، توجد مستقبلات الهرمونات البيبتيدية على غشاء الخلية. أربعة، يوجد مركز تنظيم التنفس في النخاع المستطيل. خمسة، الخلايا الحسية هي خلايا عصبية من النوع أحادية القطب. ستة، في عملية إنتاج الجبن يتم تثبيت درجة حرارة الحليب عند 40 درجة مئوية.
7. يستخدم لتسريع نضج التمار وإسقاطها الإيثيلين. السؤال الرابع ب. حدد وظيفة كل ما يأتي: 1. المخيخ، 2. الأحليل، 3. الخلايا القمرية، 4. مبيض أنثى الإنسان. واحد، المخيخ، تنظيم الحركات الإرادية للجسم والمحافظة على اتزانها. الأحليل، نقل البول والحيوانات المنوية. 3. الخلايا القمرية، دعم وحماية أجسام الخلايا العصبية. 4. مبيض الأنثى الإنسان، تكوين الأمشاج الأنثوية وإفراز الهرمونات الجنسية. السؤال الرابع جيم، علل ما يلي: 1. وجود الدماغ داخل صندوق يسمى الجمجمة، 2. وجود الخصية في الإنسان خارج التجويف البطني في كيس الصفن، 3. تكون القرنية رطبة باستمرار، 4. استخدام هرمون الأكسيتوسين علاجاً لإحداث الطلق أثناء الولادة المتعسرة. واحد، وجود الدماغ داخل صندوق يسمى الجمجمة للمحافظة عليه من الصدمات والمؤثرات الخارجية. 2. وجود الخصية في الإنسان خارج التجويف البطني في كيس الصفن لحفظ درجة حرارة الخصيتين عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم. 3. تكون القرنية رطبة باستمرار نتيجة الدمع الذي يفرز من الغدة الدمعية باستمرار على القرنية. 4. استخدام هرمون الأكسيتوسين علاجا لإحداث الطلق أثناء الولادة المتعسرة، لأنه يعمل على تقلص عضلات الرحم أثناء الولادة. طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي، وصلنا إلى نهاية الحلقة. أرجو أنكم استفدتم، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.